حتى نسوي مثل هذا التيل من البورق العراقي الاصيل. تابعوني. قرمشه شمو؟ بس راح نسوي لكم عجينه البورق، راح احط كوبين طحين، كوب نشا، رشه ملح، ويا رشه ولا من دوزي، نحط عليها كوب مي ونخلطها بالخلاط. طبعا هو راح يصير تخين فنحركه شويه، اوكي، ويحتاج بعد مي فنحط له مي. طبعا اذا تخين نضيف عليه مي بعد شويه. عندنا نحرك به الحواف، اوكي، لحد ما يمتزج كله يوصل القوام اللي يريده. قوامه شلون صار؟ حلو، هيك صار قوامه. هسه حتى نسويه فطاوه حاره، اوكي، بعدين كوب نضيفه ونفرشه بالطاوه وبس. تمام، هيك خلصت. تمام، خلصت هماتي. طبعا الحشوه هي عباره عن لحم وكرفس وفلفل اسود وملح بس. نقدر نحط عليها سبع بهارات او هيك شيء، اوكي، وبس. هيك بورقايه، تمام، خلصت. بورقايه ثانيه هماتين، نقدر نحشيها جبن او شيء، بس احنا نحبها بس باللحم تصير اطيب. نجيب هاي هيك، نجيب هاي هماتين هيك. طبعا وهي حاره احسن على مود شنو، كلها تماسك العجينة سوا وتلزق. تمام، بورقة رقم 2 هاي، تمام، خلصت. تمام، وبس بورقة هاي صارت جاهزة. طبعا هسه هي هاي كمية البورق اللي صارت، شوفوا شقد هاي الكمية كلها صارت. يعني نقدر يا اما هيك شي وننتظر لحد وقت الفطور يلا نقليها، يا اما نقليها على النص وبعدين وقت الفطور نكمل يعني القلي مالتها. وطبعا نقدر نضمها بالفريز او بالمجمده هماتين، مو ماكو اي مشكله، خافين نريد نقليها غير يوم، اوكي؟ تمام هسه، تمام هسه نقليه.